بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجفر أقدم المواقع الزراعية غرب المدينة المنورة، كان يغذي أسواق المدينة المنورة بمختلف المحاصيل من الخضار وغيرها. والموقع كموقع تاريخي له ذكر قديم في القرن الرابع الهجري عند أبي علي الهجري، ومن بعده السمهودي ذكره في القرن العاشر، وذكر أنه شمال فرش ملل. والموقع استمر في الزراعة بالوسائل القديمة ثم في الوسائل الحديثة التي استخدمت فيها الآلات الحديثة. معي أقدم المزارعين في الجفر، شيخ مزارعي الجفر وأكثرهم خبرة واطلاعا ومعرفة بالمنطقة والزراعة، الشيخ دخل الله ابن حمود ابن رشيد الحبلاني السعداني المحمدي. حياك الله أبا عبد الرحمن. وبقاك الله والحزة المبروكة اللي خلتنا نجيبك عندنا. بارك الله فيك. الجفر هذا جابني عرقكو، أنتو خوال الوالد، فأولا المخاولة نفخر بكم، ثم بعدين حق هذه الديار علينا. بارك الله فيك. والله جفر من أجدادنا اللي حنا ما لحقناه واللي حنا وراه دحين. جفر أول يزرع على السواني ويزرع على العين. نعم. ويزرع على العين لا أبانا وأجدادنا، ونص الناس يجي ويشتري منه بقطعة والقطعتين، يشتري من أجدادنا. والحين حنا عليها الحمد لله، من عام 82 وجاينا نزلت في الجفر. نعم. ونزرع على المكاين أول، هذا دواني الحمد لله على غطسات. نعم. بس بالوسائل الحديثة. بالوسائل الحديثة. والآن زي ما تشوف الحمد لله المزارع والنخيل، أول نخيل وراحت، ثم دحين زي ما انت شايف الحمد لله مزارع ونخيل ونعمه من الله. وهو اول كان لنا على العين، عند الشريعه عند المنخرج هذا قبل اللي هناك، عند الجبل هذا اللي امامه، عند الجبل هذا اللي عندنا دحين جنوب، جنوبنا الان يكون جنوب، هذه الشريعه من عنده. وفيه ديار قديمه كانت على السواني، من ضمن هنا الشدقه، من ضمن هنا الغريبيه، تبع ذوي فليج من الحبلين، واللي هي الشدقة تبع ذوي سمران وما خلطه وما اعتلق فيه ومن الحبلين، هذه مزارع قديمة وفيها ذوي لاثي وفيها الحبلين الثنين، كله الحبلين أول هنا في المنطقة ذي اللي أنت تشوف ذي في المنطقة ذي. جميع الحبلين لهم أراضي في الجفر دون استثناء. الحبلين بس إن الحبلين اللي دحين راحة ونصه بايع على الحبلين اللي بقي بعدهم. نعم. ومن دخل في الجفر من غير الحبلين فهو مشتري منهم. مشتري منهم، نعم، اللي دخل بالجفر غير الحبلين مشتري منهم. بارك الله بك أبا عبد الرحمن.